بسم الله الرحمن الرحيم. أنا علي أحمد ندى من الشين، مركز وطور غربية. كنت أعمل في شركة مياه الشرب وحاليا على المعاش. عندي أولادي الاثنين معتقلين يوم 3/1 من محطة مترو، يعني هم ما كانوش لا في مسيرة ولا غيره، ولكن كانوا في محطة مترو. اعتقلوا من محطة المترو هم الاثنين. محمد عنده 27 سنة، متزوج وعنده بنتين، أبرار عندها 2 سنين وعنده أفنان، مولودة قبل ما يعتقل بـ3 أيام. أحمد متزوج بقاله قبل ما يعتقل بحوالي 4 شهور أو 5 شهور قبل ما يعتقل. اعتقلوا في محطة المترو وخدوهم ودوهم قسم شرطة مصر القديمة، حطوهم في أوضة تحت سلم كده عرضها حوالي 2 متر في طول مش عارف 3 متر، كان فيها حوالي 25 واحد كانوا بيناموا بالضوء، يعني فعلا كانوا مقسمين النوم، بيناموا على فترات كده بالضوء على 3 ورديات، ما فيش مكان حتى يقعدوا فيه ولا يناموا فيه. كانت معاملة غير أدمية فعلا في قسم الشرطة. وبعد كده نجيلهم لسجن أبو زعبل، وغابت النيابة تدي لهم 15 في 15 في 15 بدون أي وجه حاجة، يعني المحضر اللي الضابط عامله ومفتري فيه عليهم بيقول ان حتى الاحراز اللي مع الواحد فيهم يقول لك معاه تليفون محمول ومعاه ازازه ميه معدنيه، واحد معاه تليفون محمول ويقول لك التاني معاه كمام، ولفقوا تهم كده بالكذب وبالزور. وبعدين في الاخر بعد حوالي ما يقرب من 3 شهور اهوت حولوهم لقضيه يوم 29/3. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، انا بقول ان اولادنا لا هم صايعين ولا هم بلطجيه ولا هم بدعوا كلام من الفاضي ده. اما احنا بنقول من ناحيه الانقلاب ان شاء الله الانقلاب هينكسر، وان شاء الله الثوار هينتصروا، وان شاء الله هيزول ويروح في 60 داهيه ان شاء الله. يعني ربنا تعالى بيقول انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. ان شاء الله هينكسر الانقلاب، وان شاء الله هينتصر الحق ان شاء الله، وان شاء الله سيرى هؤلاء الانقلابيين جزاؤهم في الدنيا وفي الاخره. ان لم ينالوا جزاؤهم في الدنيا سينالوا في الاخره ان شاء الله. بالنسبه لاولادي، انا يعز علي ان اولادي يروحوا يقعدوا في سجن ابو زعبل او ينسجنوا، ولكن هم في سبيل الحق. انا والله انا زعلان بان هم اولادي، ولكن الطريق لابد يكون فيه مثل هذه الامور. وهم خدوهم الانقلابيين، خدوهم اعتقلوهم وهم رجال، وسيخرجوا من عندهم ان شاء الله وهم ابطال. هم هؤلاء الشباب هم دول اللي ان شاء الله يحرروا البلد، وان شاء الله الشباب دول هم اللي هيكون عليهم هم العبء ان شاء الله في هذه الثوره التي ستكسر هذا الباطل ان شاء الله، وسينكسر هذا الباطل وسيزول وسينتصر الحق ان شاء الله. والسجن ما هوش مش عيب، لان الناس اللي دخلت السجن دي، اولادي اللي دخلوا السجن دول ما همش سارقين، ما همش حراميه، ما همش بلطجيه، ما همش بتوع مخدرات، دول ناس شرفاء، دول ناس محترمين، دول ناس حتى ما استنوش الحكومه توفر لهم مهنه، كل واحد منهم اتعلم مهنه وبيشتغل وبياكل عيشه بعرق جبينه، ما بياكلوش ما بيعيشوش على حساب غيرهم، ولا منتظرين شغلانه من الحكومه، ولا منتظرين مساعده من احد. ولكن هؤلاء يعني الانقلابيين لا يهمهم ان يتركوا الشرفاء في لحالهم، لا يهمهم ان الشعب يعيش في راحه، لا ابدا. هم جم وانقلبوا على الثوره، وانقلبوا على الشرعيه، وفكروا ان بهذا الانقلاب سيشرعنوا لانفسهم، لا ابدا مش هيشرعنوا لانفسهم ان شاء الله. ويعني اللي انا سامعه امبارح بيقولوا ان هم بيصدروا الغاز لاسرائيل بدولار ونص، اللي هي وحدة الغاز دي بدولار ونص، وهيستوردوه من اسرائيل بـ6 دولار. هم ان شاء الله هيفضوا البلد وهيخربوا البلد ان شاء الله الانقلابين دول، وهم الى زوال ان شاء الله. بالنسبة لأحمد زوجي، هو اعتقل يوم 3/1. احنا متزوجين في 18/8، يعني ما كملناش 7 شهور، قعدنا مع بعض 4 شهور مش كتير، ولكن الفترة دي انا شفت فيه كمية احترام وكمية طيبة وكمية حب من الناس لي. انا فعلا كنت ببقى مستغربة لحد دلوقتي ازاي الناس بره بتدافع عنه لما حد بيجي يتكلم عنه كلمة وحشة.
لان هو فعلا عمره ما عمل في حد حاجه وحشه، وعمره ما اتكلم عن حد، وعمره ما اتعامل باي سوء معامل، عمره ما عمل معامل حد بطريقه انها تخلي حد يأذيه. واول حد فكر ان هو يتكلم بصفه عامه مش عن شخصيه، اللي بيتكلم بطريقه وحشه ما بيتكلمش عن شخصيه، ولكن بيتكلم عن الاخوان بصفه عامه. الاخوان دول مش بشر؟ الاخوان دول اكتر ناس بيفكروا ان هم يساعدوا الناس، ولحد الان لحد الان ان هم بيساعدوا الناس، وبالرغم من كده انه بيتعاملوا اسوأ معامله في شغلنا، بنتعامل في شغلنا باحسن طريقه، بنراعي ربنا في كل حاجه بنعملها، ولكن ساعه ما نيجي نتكلم عن اي حاجه انتوا اخوان، انتوا ارهابيين. على اي اساس ارهابيين؟ ماشيين في الشوارع ماسكين ايه في ايدين؟ ماشيين ايدينا جنب ايه؟ جنب رجلين. ايه اللي احنا ماسكينه في ايدينا علشان خاطر يتقال علينا ارهابيين؟ ايه اللي زوجي بيبقى ماشي ورايح الشغل ماسكه علشان يتقال عليه ارهابي؟ ايه اللي عمله يوم ما اتمسك علشان يتقال عليه ارهابي؟ اتمسك بتهمه ايه؟ نيه الشروع في التظاهر. هو مين هيحاسب على النوايا دلوقتي؟ ولا هو كان عمل ايه علشان يتمسك؟ بيتظاهر ماشي في الشارع؟ يعني على اساس ايه ان هو يتمسك؟ محمد اعتقلوهم 3/1 يوم الجمعه. الكلام ده كان بعد العصر، جالنا خبر الاعتقال هو واحمد. الخبر ده نزل علينا، بصراحة الواحد ما كانش متخيل ان هم هيعتقلوا. هو كم مرة حصل ان هم، بس ربنا كان ميسر لهم الحال، لكن المرة دي كان قضاهم ان هم ربنا ييسر لهم الحال يعني، فاعتقلوا. الكلام ده أثر علينا تأثير جامد. من يوم اللي حصل الواحد مش مصدقه. كل زيارة نروح او كل عرض نيابة نقول هيطلعوا، كل زيارة نروح بنتبهدل من اول ما نروح. انا معايا طفلة هو سايبها وهي 10 ايام، انا خدناها لي اول زياره ما كانتش كملت 40 يوم. معايا طفله تانية 2 و4 شهور، افنان وابرار. بصراحه غيابهم اثر فينا تاثير لدرجه ان الواحد مش عارف يعيش، مش عارف يتواصل مع الناس. الناس اللي هم بيأيدوا السيسي الواحد حاسس ان هو مش عايز يبص يشوفهم، مش عايز يشوفهم، لان فعلا الواحد لو شافهم بشوف الظلم قدامي. الظلم لدرجة ان الظلم عامي الناس، عامي قلوبهم، مش شايفين الناس، مش شايفين طفلة زي ديت. يعني احنا كان في مسيرة وطلعنا، الناس شافونا كأن احنا بندافع عن الظلم، وهم اللي بيدافعوا عن الحق. حق ايه اللي هم بيدوروا عليه؟ حق السيسي؟ حق طفلة 10 شهور ابوها يتحرم منها؟ نروح الزيارة الناس واقفين لنا العساكر والضباط ليه؟ واقفين لنا عشان ايه؟ احنا عملنا ايه؟ جريمته ايه؟ جريمته عملوا ايه؟ شربوا حشيش؟ سرقوا؟ اللي سرقوا وشربوا الحشيش هم اللي بره، معاهم ناس مأيدين الشرعيه بيدوهم حشيش، بيقول لي بيدونا حشيش في اللي بيدونا حشيش، يعني قاعد مأيدين الشرعيه. الناس فين؟ الناس ما بصحوش ليه؟ كم واحده تتكلم وتقول لك السيسي عمل ايه؟ عامل السيسي؟ خلاهم ياكلوا ببعض. اللي اخ بيقتل اخوه ويقول لك الاخوان بيقتلوا بقى، الاخوان بيقتلوا مين؟ قتلوا مين؟ الاخوان طول عمرهم عايشين في وسطهم، بيحطوا ايديهم في جيبهم ويدوا للناس. عملوا ايه الاخوان؟ طول عمر الاخوان هم خدومين للناس. انا زوجي يعني مش عارفه والله العظيم، الناس يعني كل اللي يعرفه ما شاء الله، ما حد والله العظيم ما حد فعلا ذم فيه او قال ان هو كان في يوم من الايام زعل حد، ولكن يجي يتكلموا يقولوا الاخوان. طب ما هم دول من الاخوان، مالهم الاخوان؟ بصراحه انا الظلم ده مخلي الواحد مش شايف، حتى مش عارفه اربي بناتي، مش عارفه اربيهم. ابوهم مأثر فيها تاثير لدرجه ان انا مش عارفه اتواصل مع الناس، مش عارفه اكلم الناس. انا بروح شغلي وباجي حاسه ان انا في غيبوبه، حاسه ان انا في حلم ان شاء الله وهفوق منه. كل مره اروح الزياره نتبهدل ونشوف بنشوف اهوال علشان نروح الزياره، ويا ريت بنقعد معاهم، بيبقوا واقفين لنا. يعني لو عايزه اقول لزوجي كلمه ما بعرفش اقول، لو عايزه افك نفسي معاه باي حاجه باي كلمه مضايقاني ما بعرفش اتكلم، قاعدين ورانا وقاعدين قدامنا. ليه نايمين على البلاط؟ ليه نايمين على البلاط؟ ما شافوش حسني مبارك وهو في السجن؟ هو سجن ايه ده؟ كان في منتجع، ما كانش في سجن. سجن اللي كان فيه اما كان بيدخل له التلفزيون، عنده التلفزيون وعنده التليفون. احنا عشان نبص لهم بس محتاجين قوه عظيمه انها تخلينا نبص لهم، انما دول ليه ده كله؟ ايه الاحكام منزلين؟ احكام اللي هم منزلين 525 بالاعدام. ليه عملوا ايه؟ عشان قتلوا ظابط، واللي قتلوا الناس في رابعه، قتلوا 5000 ولا 6000 في رابعه، ما اتكلموش معاهم ليه؟ ما قالوا لهمش ان كده حرام ليه؟ زي ما هم بيعتقلوا نازلين احكام بالاعدام على مين؟ على مين الاحكام بالاعدام دي؟ على الشرفاء؟ على الناس اللي كل الناس شكرت فيهم، حد ذم فيهم بقال كانوا بيعملوا حاجه؟ الناس اللي كانوا موجودين في رابعه كانوا بيقولوا احنا نفسنا الاعتصام ده يدوب،
نفسنا الاعتصام ده يدوم. لكن ليه؟ ليه ده كله؟ عشان ايه؟ عملوا ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. محمد واحمد ولادي اعز لي من اي حاجه في الدنيا. الحكم الظالم اعتقلهم في يوم من الايام وهم احرار، وهيعيشوا احرار وهيحرروا البلد في كل مكان. وهم الانقلابيين ان شاء الله ربنا يزولهم ان شاء الله قريبا. محمد ساب طفلتين، واحدة سنتين ونص وواحدة 10 أيام، وأحمد كان عريس ليه 6 شهور، ساب مراته 5 شهور وهو ماشي. وإن شاء الله هيرجعوا لهم أقوياء أحرار وهيحرروا البلد إن شاء الله من الظلم والفساد إن شاء الله على الظالمين. الله منتقم من محمد إبراهيم والسيسي وكل من فوته وكل مفوض. حسبي الله ونعم الوكيل في كل منتقم جبار. بالنسبة لأولادي اتربوا تربية إسلامية أخلاقية معاملات. أنا والله العظيم يحز علي إن أنا أتكلم على أولادي مثل هذا الكلام. ما في يوم أي واحد منهم أساء لي، ما في يوم واحد منهم بص لي بص أو قال لي كلمة زعلتني. أنا أفتكر في يوم محمد ابني كان زهقني شوية، والله يا أخي والله مسكت لوح السرير وضربت بيه، والله ما بصله. علاقتي بأولادي كأنهم إخواتي، فعلا كأنهم إخواتي مش كأنهم أولادي. بستشيرهم في كل شيء. هم بالنسبة لحياتي تركوا فراغ كبير جدا، تركوا في حياتي فراغ كبير جدا فعلا، لأن أنا ما كنت بعملهم عنهم إخواتي، عنهم إخواتي فعلا. بستشيرهم في كل حاجة، بقف معهم في كل حاجة. عمر واحد فيهم ما دار علي حاجه ولا عمل ولا قال لي كلمه يوم زعلتني ولا طلب مني طلب في يوم انا ما اقدرش اوفيه. وانا ما فعلا اللي عاوز اقوله لك ان ناس كتير في البلد هنا ناس مغرضين، ناس حاقدين عندنا في بلدنا. يقول لك ده علي نادى جاله 2 مليون جنيه، ده علي نادى خد ابنه مش عارف ايه. الناس دي اما علي نادى خد 2 مليون جنيه وخد مش عارف ايه، طب ما تجيب ابنك يا اخويا عشان ياخد 2 مليون جنيه، طب ما تجيبه لما انت يعني شايف ان العمليه كده. احنا بنضحي بنفسنا وبنضحي باموالنا وبنضحي باولادنا في سبيل الشرعيه وفي سبيل الحريه، وكل ذلك نحتسبه عند الله تبارك وتعالى. مش هيبقى واحد بيعامل ربنا في كل حاجه هو بيعملها وبيتقي الله في كل حاجه هو بيعملها هيسوء المعامله. هيسوء المعامله مع مين؟ برين جدا 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 بامهم وابوهم. عندهم ابوهم وامهم دول فوق اي حد في الدنيا، فوق مراتهم وفوق يعني زوجته دي بعد ام وابوه، ولاده بعد ام وابوه، اي حد في الدنيا بعد ام وابوه. انا مش متجوزه بقالي فتره طويله، ولكن انا حامل في 5 شهور في 7 شهور. زوجي بيبقى نفسه ان هو يحس كده ببنته ويعيش معاها لحظة بلحظة حتى قبل ما تنزل، لكن للأسف حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. علاقتي بزوجي كانت علاقة كويسة جدا، كان بر بأمه، كان بر بأبوه جدا. عنده أبوه وأمه دول حاجة، أبوه وأمه الأول وأنا بعدين. يعني بصراحة عنده أبوه وأمه ممكن ما يكلمنيش، يعني في أوقات كتير يقول لي أبويا الأول أمي الأول. بصراحه هو عنده معزه ابوه وامه، ومعزه ابوه بالاخص. بصراحه معزه ابوه، عنده ابوه ده حاجه فوق الوصف. عنده معزه ابوه، حبه لابوه يكاد يكون يفوق كل حاجه. بصراحه حياتنا مع بعض كانت حياه كويسه جدا، حياه اسره مسلمه. بيروح الشغل بيجي من الشغل، معنا طفله كانت ماليه علينا البيت. يعني هو ماشي وافنان 10 ايام فما لحقش افنان، لكن ابرار كان مرتبط بها جامد. كل مره بنروح الزياره يعني بيقول لي ما تفوتي الزياره، ما تجيش عشان ابرار. يعني ابرار دي بالنسبه له حاجه تانية، افنان ممكن ما ارتبطش بها قوي لانها يدوبك 10 ايام، ولكن بروح له بتكبر كل يوم قدام عينه. يعني يكفي بس ان هو ساعه ما الزياره تنتهي بشوف في عينيه نظره عمري في حياتي ما شفتها، نظره يعني عايز ياخدنا معاه جوه، فعلا عايز ياخدنا معاه جوه. ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. احنا ما بنروح نزورهم بنشوفه يوم صعب، بنقوم من قبل الفجر من الساعة 1 واحنا صحيين، ويتبهدلوا في الطريق وفي كل مكان.
ونخش على ما نخش ساعات ونخش، وهم 5 دقايق يا دوب نقعدوا معاهم، نلاقوا اللي قاعد معاهم في كل مكان ورانا من هنا ومن هنا وما نعرفوش نقعدوا معاهم 5 دقايق يا دوب. بس هم اقوياء احرار ان شاء الله. ما نقول لهم انتوا عاملين، يقولوا الحمد لله احنا احلى من عندكم ياما ايام، واحنا الواحد خد الشجاعة منهم والله. يقول لك بنقوم الليل وصيام وقيام وكل حاجة حلوة معاهم هنا إن شاء الله. هم أقوياء وأحرار وهيحرروا البلد من كل ظلم من كل فساد. والله الزيارة بتبقى يوم صعب جدا. بنطلع من هنا قبل الفجر، بنطلع من هنا قبل الفجر عشان نلحق نروح ونقف وناخد دورنا في الزيارة في سجن أبو زعبل عشان نخش. بيبقى يوم عصيب فعلا. أنت بتخش بتقعد معاهم حوالي ربع ساعة بس، يوم عصيب عصيب الزيارة دي. وبعدين أنا لو حتى هقول لحضرتك، هم في سجن وراء أسوار، إيه الجريمة اللي اقترفوها؟ إيه الذنب اللي عملوه؟ ناس قتلة وناس بتوع بنجو وناس بتوع مخدرات بره في الشارع. أما دول إيه الذنب اللي اقترفوه عشان ياخدوهم يحطوهم في السجن وراء الأسوار؟ إيه الذنب اللي اقترفوه؟ مفيش ذنب، مفيش حاجة. يعني أنا بستغرب، يعني اللي القتلة وبتوع المخدرات أحرار في الشوارع بره، والأحرار الشرفاء يتحطوا في السجون؟ والله هذه يعني دولة الظلم ساعة، ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة. إن شاء الله الظلم دي له نهاية ونهايته قريبة إن شاء الله. انا بقول اللي اعتقلوا احمد ومحمد ان مش معنى ان هم اعتقلوا ان احنا ننكسر، ان احنا نقعد في بيوتنا، ان احنا نخاف من الناس. بالعكس دي حاجة خلتنا بنت فينا القوة اكتر من الاول. خلتني يعني ايه، لما كنت بقول لا مش نازلة مسيرة، لا دلوقتي بقول هنزل. من اول يوم اتاخد فيه وانا قلت هكمل وراه، مش هقعد في البيت خايفة، مش هقعد في البيت خايفة ان انا اتمسك زي منه، مش هقعد في البيت علشان خاطر يطلعوه لي قريب، لا بالعكس هنكمل وراه. وهو يوم ما يطلع مش هقول له اقعد في البيت، هقول له لا ده طريقك وده الحق، لازم نسعى وراه. الباطل مهما كان طويل بس عمره ما هيكمل. الباطل مهما كان طويل عمره ما هيكمل. احنا اللي معانا ربنا، انما انتوا اللي معاكوا شوية فلوس. الظلم اللي سنده شوية فلوس، انما احنا اللي ساند الحق ربنا، وربنا اكبر من اي حد وفوق كل حد. وبقول لكل ظالم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. احنا صابرين ومكملين. وبقول له اصبر يا محمد اصبر، يمكن ربنا سبحانه وتعالى حط المحنة ديت عشان فعلا نشوف اللي بيحبنا من اللي بيكرهنا، ونشوف اللي معانا من اللي ضدنا. لان فعلا المحنه ديت خلت الواحد يشوف حاجات كتير، خلت الواحد يشوف الناس على حقيقه، الناس اللي معانا والناس اللي ضدنا، خلتنا فعلا نفرز الناس. فاصبر، ودي ان شاء الله خطوه في بناء امه اسلاميه. يا رب ان شاء الله الدكتور مرسي هيرجع والشرعيه هترجع. اصبر اصبر واحتسب ان شاء الله، كل ده وقت في سبيل الله، وان شاء الله ربنا هيجازيه عنه خير. عمر ما واحد راح في سبيل الله او واحد خرج في سبيل الله وربنا، يعني احنا الحمد لله في معيه ربنا. الواحد الحمد لله، انا واطفالي وانا واولادي في معيه الله الحمد لله، وصابرين ومكملين. عايزه اقول حاجه تاني، ان يوم الزياره يوم ما بنروح لهم زياره احنا فعلا بنتبهدل جامد، بنتبهدل وبنتعذب، بس كل ده يهون في نظره ان احنا نشوفهم. والنظره دي مش احنا، او الزياره دي مش هم اللي بيبقوا محتاجينها مننا، بالعكس احنا اللي بنبقى محتاجينها منهم. انا زوجي بيقول لي احنا مش في معتقل، بيقول لي ده احنا بنحج، اللي احنا فيه ده مش معتقل، احنا بنحج وده في سبيل الله، وعمرنا ما هنزعل. ويوم ما اخرج مش هقعد في بيتي، انا هفضل ادافع عن الظلم اللي احنا شايفينه وهطلع من تاني يوم. ده مش حاجه هتقعدني في بيت، دي حاجه هتخليني اطلع واكمل، وهنكمل وهنفضل مكملين. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بالنسبة لهم والله أنا بروح بأستمد الإرادة والقوة منهم، معنوياتهم عالية جدا. يعني إيه يا ابني، إيه عاملين، إيه وحالكم، إيه معنوياتهم عالية جدا. أنا نفسي بأستمد القوة منهم، أنا بأستمد الإرادة منهم، وهم وراء الأسوار فعلا بأستمد الإرادة منهم وبأستمد القوة منهم، ومعنوياتهم عالية جدا، وحاسين إن هم داخلين في سبيل قضية، ما هماش داخلين في 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 حاجه يعني كده اي كلام. مش واحد خد سيجاره بانجو، ولا واحد مش عارف عمل ايه، ولا واحد عمل كذا ودخل في السجن، لا ده هم داخلين في قضيه مقتنعين به، هم مقتنعين بهذه القضيه. والله بروح السجن بأستمد الاراده منهم وبأستمد القوه منهم. انا في نفسي ببقى قدام اولادي بحس ان انا اصغر منهم، بحس ان هم كبروا خالص، بحس ان عقليتهم تفتحت خالص،
بحيث ان فهمهم اتسع خالص بفضل، يعني هقول بفضل هذا الانقلاب، هو اللي خدهم رجال واعتقلهم وهم رجال، وسيخرجوا من عنده ابطال ان شاء الله، سيخرجوا ابطال ان شاء الله من عند هذا الانقلاب الانقلابيين، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ان شاء الله. اقول لزوجي في المعتقل اصبر، ان بعد العسر يسر، ان بعد العسر يسر، وان شاء الله نصر ربنا قريب جدا جدا جدا، لانها ضاقت قوي 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 قوي، وعمرنا ومش راجل هو اللي هيخاف من الظلم، البنات بيطلعوا في الشوارع وبيحصل فيهم بلاوي سودا، وبالرغم من كده ان محدش شايف الظلم اللي بيحصل فيه، محدش شايفه، بالعكس شايفين ان البلطجيه والمغتصبين والحراميه والقتالين هم دول اللي المفروض يفضلوا في الشوارع، والشرفاء المحترمين هم دول اللي في السجون. احنا لما بنروح الزياره ما بنشوفش ولا واحد على وشه اي علامه تشوهه او اي علامه تقول ان هو واحد مش محترم، بالعكس كلهم محترمين وشرفاء. احنا السياسيين اللي بيقولوا عليهم سياسيين او ازواج المعتقلين، اباء المعتقلين، امهات المعتقلين، لما بيبقوا رايحين زياره بيبان عليهم ناس باين عليهم الاحترام والوقار والشرف، انما البلطجيه والحراميه هم دول اللي بيبقى باين عليه، بيبقى باين على وشوشهم، بيبقى باين على وشوشهم ان هم داخلين لمين، رغم بيبقى في فرق في المعامله، بيبقى في فرق في المعامله. بالنسبه للي اعتقلوا اولادي بقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل، ان شاء الله ربنا ينتقم منكم، ان شاء الله ربنا ينتقم منكم، ان شاء الله ربنا ينتقم منكم، لان انتم اعتقلتوا ناس ما لهمش اي ذنب، ما لهمش اي جريمه، ما لهمش اي شيء. لو انتم حتى بتقولوا ان هم بيتظاهروا حسب ما تقولون، الدستور بتاعكم بيبيح التظاهر، انتم عاملين دستور بيبيح التظاهر، بتخالفوه انتم بتخالفوا الدستور اللي بيبيح التظاهر؟ انت قلت مطلع دستور وفيه اباحه ان من حريه التظاهر، حتى لو كانوا بيتظاهروا انت مش من حقك تعتقلهم. دي نقطه انا بقولها للانقلابيين، بقولها للاعتقال الاولاد، وان شاء الله هشوف دي في اولادكم، هتشوفوا اللي انتم عملتوه ده هوت في اولادي وفي اولاد غيري، في اولادكم، في اولادكم ان شاء الله، وان شاء الله هنشوف فيكم يوم، انتوا يا ظالمه يا ظالمه، هنشوف فيكم يوم ان شاء الله، وربنا هينتقم منكم. وهؤلاء اللي انتوا اعتقلتموهم واللي هم في السجون النهارده، هم ان شاء الله هم دول الاحرار، هم دول الاحرار، وانتوا اللي في السجون، انتوا بره، انتوا خارج السجون، ولكن انتوا اللي في السجون، واللي في داخل السجون دول هم الاحرار، مش انتوا الاحرار، لا مش انتوا اللي ماسكين البلد، لا، ان شاء الله هتزول هذه الغمه، وسينتصر الحق، وستعود الشرعيه ان شاء الله. بالنسبه للزياره احنا بنطلع من قبل الفجر، وعلى ما بنوصل هناك وندخل احنا بناخد لنا كده 7-8-9 ساعات، على ما بندخل زياره بتكون مده الزياره 5 دقائق، مش كتير، 5 دقائق مش كتير. المفروض ان دول ناس محترمين، احنا نتقابل ونتعامل معامله كويسه، لكن للاسف اللي بيتكلم معانا هناك بيتكلم باسلوب زي ما نكون ناس حقيره او ناس رايحه تشحت منه. لا احنا مش رايحين نشحت من حد، احنا رايحين ناخد حق من حقوقنا، ما بنرضاش ان احنا نشد قصادهم، لان احنا مش عايزين نكبر المشكله، مش عايزين نكبر، بنراعي برضو ان هم عليهم ضغط شغل وان هم بيبقى عندهم زيارات كتير، احنا يعني احنا اللي في مشكله واحنا اللي ازواجنا معتقلين واحنا اللي المصيبه على دماغنا، ولكن بالرغم من كل ده ان احنا في الاخر برضو اللي بنصبر وبنستحمل وبرضو بنعذر اللي قدامنا. لكن انا مش عارفه هي غلطتنا ان احنا بنعذر، غلطتنا ان احنا بنقدر اللي قدامنا، ان احنا مش عايزين نشيل اللي قدامنا همومنا، مش عارفه ايه هي غلطتنا، مش عارفه. الناس اللي هي فوضت دي ان شاء الله اول يعني اول ما هيشيل رذائل هذا التفويض هم، اول ما هيشيل يعني نتائج هذا التفويض هم. هو السيسي اول ما طلع قال ده انا هخلي اللي يتكلم في المحمول اللي يتكلم يدفع، واللي يدفع واللي بيسمع يدفع. لما قال مش عارف انا هعمل انبوبه الغاز بكام، لما كذا، احنا بنجيب عيش النهارده، عيش من الفرن السبع ترغيفه بنص جنيه، عيش ما يتاكلش، هي دي نتيجة التفويض ودي نتيجة الانقلاب، السبع ترغيفة بنص جنيه وعيش والله ما يتاكل، بيجيبوه يقولوه للحيوانات والطيور، دي نتيجة التفويض. بقول للناس المخدوعين، للمخدوعين اصحوا قبل ما يفوت الأوان، الطمة لما تيجي هتيجي على الكل، مش هتيجي عليا لوحدي ولا على غيري ولا على غيري ولا على غيري، هتيجي على الكل.
الكل هيذوق من وبال هذا الانقلاب، مش انا الواحد اللي هذوق وغير اللي، لا كل الشعب هيذوق. وهم يعني ان كانوا قعدوا زينوا شويه في الاول، حاليا ما عادش تزيين، ما هيزينوا حتى التزيين ما عادوش راجعين الكلام حلو يقولوه، ما عادوش. وان كانوا يعني معتمدين على اي شيء معونات غيره غيره، اللي بيدي معونات مش هيتين يدي طول عمره، مش هيتين يدي طول عمره. فانا بقول للشعب المصري اصحى، اصحى يا شعب مصر، اصحى يا شعب مصر. اول مره يحصل استحقاق استحقاقات انتخابيه حره في تاريخ مصر، يقضى عليه، يقضى عليها، ويقضى على الاحرار، ويقضى على الثوار، ويقضى على الشرفاء. والشعب، الشعب هم بقى لهم 60 سنه، 60 سنه يجهلوا في شعب مصر، 60 سنه يخربوا في زمام شعب مصر. لما خلاص خربوا الزمام وشعب اصبح معظمه يعني بينخدع، ولكن في النهايه لابد ان يصحى هذا الشعب من غفلته، ولابد ان يقف في وجه الباطل، ولابد ان ينتصر الحق ان شاء الله.